السلام عليكم جميعا ويعطيكم العافية. شفتوا في الأيام الماضية الاكتساح اللي صار من عرض روكستار للعبتهم القادمة جي تي اي 6، واللي كان اكتساح يسجل للتاريخ وأكبر اكتساح شهدته البشرية في عالم الألعاب. ولا تخافون، بوضح لكم كل النقاط في هذا الموضوع. خلونا أخذكم في جولة أو قائمة لعشر أمور حققتها روكستار من مجرد هذا العرض، وبدون تخطيط، مجرد نزلوا عرض لعبتهم لكن سجل أشياء للتاريخ وحقق أرقام قياسية رسمية في موسوعة جينيس. نبدأ الحين في المقطع، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ولا تنسون الدعم باللايك والنشر، وتعطوني رأيكم في التعليقات وتشوفون مقطع روكستار اللي سويته في تحليل العرض. أما الحين خلونا نبدأ. خلونا أول شيء نرجع في الأحداث، وبدأ الموضوع من روكستار من أول ما حطوا صورة في تويتر، واللي هي عبارة عن إعلان توقيت العرض الأول للعبتهم القادمة جي تي اي 6. وبدأ الكلام من هذه التغريدة وأول كسر للأرقام القياسية. هذه التغريدة جاها تفاعل وسجلت رقم قياسي، بحيث أنها أكثر تغريدة صار عليها تفاعل في تاريخ تويتر مختصة في الألعاب. حرفياً ما في أي تغريدة متعلقة في عالم الألعاب حصلت على التفاعل اللي صار في هذه التغريدة بالتاريخ. أيضاً هذه التغريدة مو بس أنها جاها تفاعل في عالم الألعاب، بل وصلت لمستوى تتقارن في تغريدات مشهورة جداً مؤخراً. على سبيل المثال، انتقال رونالدو لنادي النصر في التغريدة الإنجليزية، أو حتى تغريدة إيلون ماسك لما شارى تويتر وصرح أنه الطائر حر حالياً، أو حتى تغريدة محمد صلاح اللي حصلت تفاعل كثير في تضامنه. تخيلوا أنه في يوم أو يومين تغريدة روكستار تعدتها، وغيرها الكثير من التغريدات العالمية اللي هذه التغريدة فقط مجرد صورة تجاوزتهم. والأهم من التفاعل اللي وصل لهذه التغريدة في يوم واحد أو يومين وينافس تغريدات صار لها سنة أو أشهر. ثاني كسر للأرقام القياسية، روكستار افتحت بث مباشر لتجهيز عرض جي تي اي 6 في قناتهم، وهني نتكلم عن ثاني تسجيل لرقم قياسي. البث اللي تم فتحه من روكستار حقق عدد لايكات ما صار في التاريخ في أي بث مباشر، طبعا في جانب الألعاب وغالبا بشكل عام. خاصة تسجيل هذه الأرقام صار أثناء البث إنه ما بدأ، باقي له ساعات كثيرة، لكن كان متواجد الناس بشكل جدا مهول، بالإضافة لهم تفاعلوا باللايك. فتخيل عرض باقي له أكثر من 20 ساعة ويتفاعل معاه الناس ويحقق هذه الأرقام. أيضا من الأشياء اللي حققتها هذه الصورة من روكستار صار فيها أكثر احتكاك من الشركات وتفاعل في العالم، أو أكثر شيء تفاعل معه شركات الألعاب للعبة أخرى. سواء إذا شيء شفناه أو ما شفناه، أكيد أغلبكم شاف التقليد اللي صار في تصاميم ألعاب وشركات رسمية، واللي كانوا يحطون أخبارهم بالشكل اللي سوته روكستار في تجهيز موعد العرض. طبعا هذا الشيء يبين لك مكانة روكستار بين الصناعة في عالم الألعاب. كل الشركات تحسب لها ألف حساب، مثل ما ذكرت في مقطع سابق أن روكستار في كفة وباقي ألعاب الشركات في كفة أخرى. طبعا ما أتكلم عن جودة الألعاب فقط، أتكلم عن السمعة بشكل عام، وكل الشركات تخاف من روكستار. مثل ما تشوفون الشركات شلون اقتبست التصميم وتحاول انها تدخل في الترند اللي صار مع روكستار. وبشكل عام اذا كانت روكستار تبي تنزل لعبة او عرض، اللي راح ينزل شيء في نفس الاسبوع يعتبر ان المنتج اللي عنده احترق كرته. بعدها تم تسريب عرض جي تي اي 6 من احد المسربين في الانترنت وانتشر بشكل كبير. وبعد ما تسرب العرض، بدأوا مطورين روكستار نفسهم في تويتر يعبرون عن غضبهم، لان هذه اللحظه تعتبر منتظره بالنسبه لهم مثل باقي الناس. ممكن تستغرب ان هذول مطورين وشافوا اللعبه، لكن فعليا ما شافوا العرض والاخراج والمظهر اللي طلعت فيه اللعبه في التريلر. مجرد انهم يعملون ويشتغلون على كل شيء يسوونه في التطوير، لكن دائما لحظات الكشف تعتبر عندهم احتفاليه او يجتمعون مع بعض ويشوفون هذه اللحظه. فعبر كثير من مطورين روكستار عن غضبهم، وروكستار ما لقت حل إلا أنها تطلق العرض للملأ على قناتهم. وتم نشر العرض بشكل رسمي في قناة روكستار، وحطوا تغريدة وقالوا للناس شوفوا الشيء الحقيقي وحطوا لهم الرابط. وهني بدأ تسجيل الأرقام القياسية في هذا العرض. أولاً، هذا العرض حقق أعلى تفاعل بتاريخ الجيمينج، وحصد أو كسر رقم قياسي، وهو أسرع فيديو في تاريخ اليوتيوب بعدد المشاهدات بأقل من 24 ساعة. واللي كان كاسر هذا الرقم وماسك الرقم هو مستر بيست، طبعاً لسنوات أو فترة طويلة ما حد قادر يكسر رقمه، واللي كان 45 مليون في أقل من 24 ساعة. لكن عرض جي تي اي 6 كسر هذا الرقم بسهولة في مجرد 10 ساعات. لكن المشكلة الداهية أكثر أنه مو بس كسر هذا الرقم، سجل رقم قياسي مستحيل نشوفنا في حياتنا المستقبلية، ولا حتى روكستار نفسها راح تكسره في المستقبل. تتكلم عن 80 إلى 100 مليون في أقل من 24 ساعة. رابعا، حصل مقطع روكستار على أعلى عدد مشاهدات في تاريخ روكستار، وكسر رقم تريلرهم جي تي اي 5، واللي صار له 12 عام ويالله وصل 100 مليون، بينما روكستار في يوم واحد جابت 100 مليون مشاهدة. تخيل لما تشوف الفرق 12 سنة علشان يوصل 100 مليون، ويوم واحد علشان وصلوا 100 مليون في عروض ألعابهم. انتم متخيلين الفرق؟
هذا الشيء يفسر لك أن أولاً انتشار الإنترنت صار موجود بالعالم بشكل مهول، يعني فرق عن 12 سنة في الماضي، بالإضافة أن اللاعبين تزايدوا بشكل مخيف جداً في العالم، أو بمعنى آخر صار ربط أكثر للعالم والكل راح يشوف كل شيء. فالموضوع مو بس أن هايب، أيضاً تغير الإنترنت ساعد في هذا الرقم المستحيل. خامساً، مقطع GTA أو العرض حصل على أعلى عدد لايكات في تاريخ عروض الجيمينج والألعاب بشكل عام. ما في ولا لعبة في التاريخ حصلت على هذا العدد من اللايكات في عرض، ولا يزال هذا الموضوع في تزايد لغاية هذه الساعة. من وقت تسجيل هذا المقطع تقريباً 10 مليون لايك على مجرد عرض للعبة. مو بس اللايكات، حتى التعليقات وصلت أكثر من 700 ألف تعليق ولا زالت مستمرة. ممكن لو تبحث في الانترنت عن أي عرض للعبة ما راح تحصل هذا الرقم من التعليقات. فلما نشوف أكثر من 9 مليون وقريب 10 مليون لايك أو حتى 700 ألف تعليق وأكثر، يعتبر شيء استثنائي مو بس على صعيد الألعاب، أيضا بشكل عام. إعلان GTA 6 حصل على أكثر تفاعل في تاريخ الجيمينج في فترة قصيرة. طبعا ما أتكلم فقط عن اليوتيوب، أتكلم على صعيد جميع المنصات. أثناء نشر العرض وين ما تروح في الإنترنت، أي مكان، أي أكاونت مشهور أو غير مشهور، لازم تشوف تفاعل عن هذه اللعبة. عدد خيالي من البشر كلهم تفاعلوا مع الموضوع ونزلوا العرض عندهم أو تكلموا عنه، سواء في يوتيوب أو الإنستغرام أو حتى تيك توك وتويتر. فما كان في عرض مر علينا قبل في التاريخ أن كل العالم تفاعل معاه بهذه الضخامة، لدرجة أن أي شخص عنده حساب جيمينج أو حتى حساب عادي راح يشوف التفاعل أكثر من أي شيء يسويه قبل في المحتوى. أنا شخصياً أقول لكم التفاعل اللي صار أثناء نشر محتوى روكستار تقريباً من 60% إلى 70% أكثر من المعتاد. فباختصار، عرض روكستار حقق تفاعل في الإنترنت بشكل عام أكثر من أي لعبة ثانية في التاريخ. أيضاً إعلان GTA 6 حصل على أكثر عرض تم التعامل معه أو صنع مقاطع من قبل صناع المحتوى. طبعاً أكيد في عروض سابقة من روكستار مثل Red Dead وغيرهم، صناع المحتوى تكلموا عنهم لسنوات وبشكل كبير، لكن هذا العرض بالتحديد هو أكثر عرض وأسرع عرض حصل على صناعة محتوى بشكل عام في مختلف المنصات وبالتحديد في اليوتيوب. في يوم واحد فقط من تنزيل العرض إلى هذه اللحظة، صناع المحتوى ما وقفوا ونشروا مقاطع بشكل جدا كبير في الانترنت، سواء من الشركات أو حتى الأفراد وصناع المحتوى بشكل عام. يعتبر إعلان GTA 6 هو أكثر عرض تم التفاعل معه من قبل المشاهير والحسابات الرسمية للمنصات. واحد الناس المشاهير اللي تفاعلوا مع العرض من نفسهم بدون إعلان ولا شيء، لاعب كرة السلة ليبرون جيمس، اللي غرد بشكل مفاجئ أن حتى روكستار تفاعلوا مع تغريدته، بالإضافة للمغني توم بريتي. أيضاً مستر بيست تفاعل وتكلم عن كسر رقمه، وغيرها من المطورين مثل كوجيما أو غيره من الشركات واللاعبين والمشاهير. حتى شركة تويتر إكس تفاعلت مع الموضوع، بالإضافة لشركة اليوتيوب نفسهم حبوا الموضوع وانشروا بشكل أكثر، لأن في النهاية روكستار عبارة عن غذاء لليوتيوب، سواء في ألعابهم ساعات لا نهائية من المحتوى، راح يستفيد اليوتيوب بشكل كبير من لعبة GTA مثل ما صار في GTA 5 من صدورها إلى اليوم، تعتبر غذاء أساسي من المشاهدات لليوتيوب. فباختصار صار الموضوع أن اللي ما يتفاعل مع هذا العرض في العالم كأنه ما يدري شو السالفة. آخر شيء بالنسبة للهاشتاج، تخيلوا أن GTA 6 الهاشتاج وصل لترند عالمي فوق كل الهاشتاجز اللي في العالم، وتتكلم عن مختلف المجالات، ترفيهية، سياسية أو غيرها. حتى للأسف أن هذا الهاشتاج تجاوز هاشتاج تحرير فلسطين في الإنجليزية، لدرجة أن أحد المشاهير الأمريكان اللي يدافعون عن القضية تضايق من الهاشتاج وطلب فيه إغلاقه لأنه نزل هاشتاج فلسطين. أو بمعنى آخر أن هاشتاج 6 دخل على الخط وخربط كل حسبة الهاشتاجز الموجودة. آخر شيء حبيت أضيفه على الصعيد الشخصي أو في قناة جيمر سناك، أيضا في تحقيق لبعض الأرقام المتعلقة في هذا العرض. طبعا بعد عرض روكستار سويت تحليل كامل للتريلر، موجود المقطع في القناة. هذا المقطع وصل ترند رقم 3 على الصفحة العامة في اليوتيوب في المنطقة، بالإضافة أنه وصل لرقم 2 ترند في الجيمينج. تخيلوا أنه مباشرة تحت عرض روكستار، يعني أول ترند عرض روكستار، واللي بعد رقم 2 مقطع جيمر سناك في المنطقة في الكامل. صراحة أنا فخور جدا لما أشوف هالشيء، وأكيد بفضل الله ثم دعمكم ومشاهدتكم، وأتمنى اللي ما شاف المقطع يمر عليه وياخذ معلومات عن عرض روكستار بشكل عام. بالإضافة للإنستغرام وصل التفاعل لأرقام خيالية بالملايين بشكل عام، تتكلم عن لايكات وتعليقات ونشر وغيره. فحاب أشكركم على هذا التفاعل والدعم، وقناة جيمر سناك عرفت في السابق في تغطية ألعاب روكستار بعمق ودقة في المحتوى، وإن شاء الله مكمل معاكم في محتوى أكثر في المستقبل، ويعطيكم العافية.
أما الحين وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أنكم استمتعتوا فيه وأحب أشوف رأيكم في التعليقات. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.